برصاصة اخترقت صدره. ارتقى الفتى أركان مزهر 15 عاما شهيدا خلال اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم دهيشة في بيت لحم، ليطلق الجنود النار عليه بشكل مباشر، وإصابة شابين بالرصاص الحي واعتقال شابين آخرين واقتيادهما لجهات مجهولة. رصاص عشوائي، فجأة رصاصة بطلع على القلب دغري. ابني بعد ربع ساعة ثلث ساعة استشهد، كان استشهاده، وابني طفل في النهاية. يعني جريمة قتل طفل في النهاية، هذا اللي بقدر أقوله، والله يرحمه. حيثما يكون الإسرائيليين المستوطنين يكون هناك أبناء للمخيم في شتى أنحاء المحافظة، ولذلك بات ابن المخيم وخاصة هذا الجيل الشاب ودائرة في يقع في دائرة الاستهداف المباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهذا أيضا ليس بجديد وإنما تعودت عليه مخيم الدهشة منذ عام 67. بجنازة رسمية وشعبية مهيبة انطلق موكب تشييع جثمان الشهيد مزهر من مستشفى بيت جالة الحكومي وصولا إلى مسقط رأسه لإلقاء نظرة الوداع عليه ومواراة جثمانه الثرى في مقبرة الشهداء في بلدة رطاس جنوب بيت لحم. اصطياد هؤلاء المجرمون لطفل صغير رأوا فيه أمة، رأوا فيه بطل، رأوا فيه إنسان شامخ، في آخر الليل وجدوه أمامهم. أنا لم أشاهد، وإنما هؤلاء الشبان يندفعون عندما يروا الاقتحام، يندفعون لمواجهة هذا الاقتحام حتى لا يظنوا أن دخول بيوتنا بهذه السهولة وهذا اليسر. فهؤلاء الأطفال بصدورهم العارية وجباههم العالية يواجهون هذا الاحتلال الغاشم. هذا انتهاك لحقوق الأطفال، لإتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها دولة الاحتلال الإسرائيلي وصادقت عليها، والتي لا تحترمها إذا ما تعلق الأمر بالأطفال الفلسطينيين. وفي الوقت القريب أصابت ابن عمه حسن مزهر أيضا برصاصة وهو طفل أقعدته على كرسي متحرك. هذا الاحتلال الإسرائيلي المجرم الذي ينتهك القانون الدولي الإنساني ولا يعير أي اهتمام لقواعد القانون الدولي الإنساني. علينا أن نوجه رسالة اليوم من هذا التشييع لكل أحرار العالم، أن عليهم أن يوفروا حماية للشعب الفلسطيني والأطفال الفلسطينيين من هذا الاحتلال المجرم. وإلى مقدساتنا وإلى عهدنا، عهد الشهداء، عهد التضحيات. جريمة جديدة تضاف إلى جرائم الاحتلال التي يرتكبها باستمرار بحق أطفال فلسطين في انتهاك صارخ للقوانين والتشريعات الدولية. لفضائية الحقيقة الدولية، وعد الكار، بيت لحمة، فلسطين المحتلة.